فائده. طيب وشايف في عشاء تحت؟ والله علمي علمك من ناحيه العشاء. تعرف اليوم ايش الخليه شفت؟ امبارح اللي قاعد الناس بعد ما جربت صح؟ شفتها؟ مين بيقودها؟ جاني احمد صادق قال لي لا تقعد تفلسف تسوي نفسك فاهم ومدري ايش وهذه فيها، ندري انك خيال. طيب خلاص هذه فرصتك انك تثبت العالم انك لا لا وين الخيال اساسا اعرف له وكذا، بس صعب اني اتكلم فيها وكذا. اما اليوم عبد الله ازيك عبد الله؟ من خيالها. اي والله يا اخي سبحان الله على الخير. السلام عليكم. الخيل المعقوده في نواصيها الخير صح كذا الحديث؟ صح. لك في الخيل يا عبد الله؟ والله عندنا خيل. هم؟ عندنا خيل بس ما خيال. عندكم خيل انتم؟ ايه. ملك؟ لا ايجار. كويس انت راجل سحميك، انا داري انك توك صاحي فاباصل والله نمت اخذت حقي استاذنت منهم بسناب وقعدت توي صاحي من امس صح النوم الصبح تو ما صحيت الدنيا. الله يصحيك بالعافيه. الله يصحنا بالعافيه. لا بذكر ردود ها؟ يصحيك بالعافيه. طيب صدق والله انت مالك في الخيل يعني، لكن الشيخ له متى بدات هوايتك في الخيل؟ تعرف هذه يوم تطلع مع اهلك يوم تركب الخيل وعشان اللي يسوقك ويقودك هذا ما تروح لحالك. هذه هي بدات مره على هذه صار كذا ما في فائده. سالتك كيف بمشي فيه كيف كذا وهذه صرت اتعلم عليه اروح كذا برجع وهذه كذا. نواف سالفه انك تلحق الكاميرات ما تمشي هذا وقتنا الان، لا تقطع رزقنا خلاص وتجي بركاتك. لا في تحت فعاليات ما اتوقع يعني يخلون الناس المثريه تحت ويجون الناس الفارغه. على ما في مشكله ما في مشكله اقدر ان لقمه العيش صعبه و... بس احنا عندنا موضوع جاد ما ادري يناسبك ولا لا. ليش ما عندنا زحف وضحك وكذا وهبال ليه انا كذا؟ هذا اللي ملاحظ على محتواك اليوم مودك عقل يعني. ليش بدا فيني؟ هو كذا خلاص كمل هو واضح كنا جالسين نتكلم عن الخيل. بدا فيك الخيل والليل معقود بنواصيها الخير شفت من التافه الحين انا التافه من الفارغ الحين انا الفارغ حبيبي. لا بس روح. لا والله صراحه طيب حلو جميل ايوه هذا جالس اسال خليل متى بدات هوايته مع الخيل وكذا. يقولون تباركوا بالنواصي والبقع وشيء من الذريه. النواصي هي النساء والخيل او الثنتين. البقع الاراضي او المكان يعني وشيء من الذريه يعني. ايش البيت تبارك هو حكمه الله تباركوا بالنواصي والبقع شيء من الذريه صح لسانك. لا بس انا كنت اقول له خليل متى بدات هوايته مع الخيل او ركوب. لماذا يستخدمون الحصان في الفر ولا الفرس في الكرم؟ لنا سلام ورحمه الله حي الله سعدون تبوته هو ياقف القوم عليك انت منك الاخبار. طيب انا بصبر اعترف بالله عطنا الخير ذا بنتكلم عنه شوي. ارحب الله حيك مو ربك الخير. اوه على طاري الخير على طاري الخير اللي في هذا نبغى نسولف عن الخيل. ما الخير يا شقرا كيف الحال؟ طيب انت حرقت الحين. لا الخير انا قلت على الخير اللابس هذا اردوبه صح؟ لا يا اخوان انتم خربتوا الجلسه تحت ما يصير تخربون الجلسه. والله احنا ما جينا من بيوت اهلنا عشان نجلس. احنا كل واحد على ثغر ولا كلمه. انطرد الكاميرات عندك شيء؟ كل واحد على ثغر يا اخوان انتم على ثغر اللوكيشن تحت احنا على ثغر اللوكيشن جينا احنا من الثغر ذاك نسير على الثغر ذا نرجع شو وش معنى تسيرون على الثغر هذا الحين؟ ثغركم حلو مو احلى من ثغرك يا اخوان. طيب كنا نسولف عن الخيل يا شباب الذكريات. ايوه جميل والله لبسكم جدا رائع انا معجب. يوم سوري يوم سوري وايد خلاص بدر سويناها تحت صدق والله صدق الان عندنا ليس ماي فادر ليس كلام انا وانتم اباوت خيل كلام حاضر بدر وياسر. انا اقول انا شفت شعار الخيل انا شفت الشعار هنا ما شفت شيء ما شفت خيل الحصان بس يا الربع صدق والله كيف تفرق بينهم صوره تقريبا يمكن 11 الظاهر مو بغل هذا بغل يا اخي سعدون كبرى طوله وعرض والله غلط بعدين المفروض تبدا يوم لا يقصد الرسم الرسم معليش اسف يا سعدون اسف والله انك مبدع في التفتين بين الناس. لا لا هذا خير بس كان بيني وبين واحد بغى يفكى راسي بدله والله صدق من هو؟ ما راح اصرح به عجيب طيب كنا نتكلم عن الخيل صدق والله انا شفت انك تتكلم عن الخيل الخيل والبيداء تعرفني نعم
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا. نعم نعم هذا وجهك. وجهك بي. وخليل يقول ما شاء الله هو عنده يعني ذو باع في فارس الرجال. شوف بدر لو حطيت نور حصانات هذه يكس عليك. شوف الترتيب. خلهم خلهم فكر. الليزر أخ الليزر ذي. فكر الحين بس. حلو الكاركتر ذا بس حر خيال رجال طلع. أم بدر مع السلعة والنظارة شيء فتشتوه لا يكون جايبين شيء شراب يعني نواف لا لا نواف كذا أنت واضح أنك جاي تخرب صد الخيل هذا ما أعطيناه دقيقة نتكلم عن الخيل الخيل ممكن طيب ليه أنت موضوعك اليوم بس عن الخيل شفت الخيل معلومة في تمرين والله هاني مايكل جاكسون محروق ما ترى على فكرة في شيء الخيل ما تجتمع مع شيء ثاني إيش هو سباحة ما يجتمع بلاحظ واحدة زميل برنامج زميل لا يا اخوان والله في معلومه قيم ايش ايش اخر كلمه قالها يا نواف خلك واقف خلك واقف والله خلك واقف تخمر اخر كلمه قالها وايش قال زميلك خلك واقف يقول اللي عندنا خير يقول وش يقول لنا نرجع الموضوع نقاشنا تسليط الضوء السباحه ما تجتمع مع الخيل بسبب ان الخيل غير صحيح عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول علموا اولادكم السباحه خلك واقف معلومه عمر بن الخطاب كان يسبح في المدينه هو قالها طيب قالها ما قال علمها ما تتعارض مع بعض ما له دخل موضوع اللي تتكلم بس كمل معنا هذه ما تجي مع هذه بنفس الوقت لا والله وش الرماية طيب اللي يتعلمونها خلي اكمل الموضوع الى ارميك السهم ما كان في رشاشات وقتها نرجع الموضوع ورمي الرمح الرماية لها عدة يلا يا خليل طيب. تفضل يا غالي فالسباحة ترخي جسمك تمرين يرخي الجسم وبالنسبه للخيل تمرين يشد الجسم صح زين شكرا ها ايش ايش غير صحيح بالعكس السباحه لا انا ما انا ما ترخي إيه السباحه تشد بالعكس السباحه هي الرياضه الوحيده طيب اللي تحرق البطن الرياضه الوحيده ليش جربت ليش طيب خل بعطيك خليه يعطي معلومته خلاص سمعنا معلومتك يا خليل الرياضه الوحيده اللي تحرك جميع عضلات الجسم صح صغيرها صح حتى التنفس والرئه والقلب الخيل اتوقع هو اللي يحرك عضله القلب أو. لا الخيل عز للرجال وهيبه احنا على الخيل احنا على الوقت يا خي لا لا نرجع الموضوع لا اي تسوق الخيل الخيل ها؟ اذا ركبتها لا راح ادسني بعد تروح تسبح على طول اي اي وردي عشان يجيك شد بعدها على طول يا اخي كلها مفيده يا اخي شيكم تشخصونها انتم يا هذه ترى تراكمات تراكمات والله تراكمات يا اخي كلها مفيده والله سباحه مو تراكمات اكيد تراكمات نظر يا اخي يوم 73 في تراكم يا اخي شوف اجسام اللي في الاولمبيات حقين السباحه اجسام مشدوده صح بالعكس يا على طاري كلام السباقات يسمون السباق الثلاثي والرباعي والسداسي والتحمل وغير التحمل والمتحمل لا اللي وشه بالضبط اللي يكون جري اسمع إيه ما يكون جري وركوب خيل وسلق وقفز قفز سعدون قفز وش اسمه بالله لا لا عجيبه لا عجيبه واضيق انا ايوه طيب يا تفضل وش كنا نقول فطلعت انا ما اخذ قدوه في الخيل طلع ما عندك سالفه حجرك الرجال لا والله ما حجرني انا اقول من ناحيه التجربه شو عندك تسمح لي بعد تروح تسبح تسمح لي على طول يجيك اذا كانت نقاشاتنا مبنيه على حجرني ما حجرني فزت عليه ما فزت عليه ترى ما راح نستفيد الحكمه لا دقيقه ما استهبل والله كلام جميل والله وفر جميل كلامك صح. في جيبك لا الحكمه انا اللي قلت حجر صار حجر انا اللي قلت كلكم اتكلم عموما طيب تفضل احنا نبغى نفيد انا في ناس تشوفنا نبي نتكلم فلا تصير انا بفوز عليه بالنقاش انا خلاص الحكمه ظلت المؤمنه اين ما وجدها والجدل ايش الفرق بين الجدال والنقاش الجدال يضيع عمرك وصحتك ووقتك ولا انت يا اخوي قلي صح وفي الحديث صح قلي خاطبك الجاهلون فقل سلامه وفي الحديث انا زعيم بيتي في رب الجنه اللي من ترك المراء ولو كان صادق لا تدخل ميداني ولا تدخل ميداني لا خلاص خلاص هذه الرياضات السداسيه اذكر واحد من الدكاتره عندي في الجامعه مصري الجنسيه الله يمسيه بالخير والسلامه ما شاء الله تبارك الله بطل العرب بطل العرب في كمال اجسام لا في السباحه السداسيه اللي هي زي ما قلت لك ايش اللعبه السداسيه اللي هي جري وسباحه وخيل وتسلق وقفز حواجز لا لما يقفز حواجز وقفز طويل كذا نفس السباق نفس اللي عادي عادي بهذا ندركها كلها سته كلها ورا بعض لا ورا بعض نفس السباق هذا عشان كذا سداسي فهمت عرفت يعني اقعد يركض اول شيء بعدين شو اسمه بعدين يركب خيل بعدين يتسلق بعدين يقفز بعدين يسبح بعدين شو اسمه يدخل براي هذا الريالة عنده عالية اتوقع ف
اقول لك معلومه بس راجع راجع موضوع الخيل والسباحه. والله انا اسعد بالحديث مع الشخص هذا. لماذا يا اخي؟ ما يا اخي يعطيك مجال، انسان ثري، انسان ثري معلومات اللي هو طفران يعني صاحب. بس انتم صراحه والله انت اللي فيكم ما يخطيك. انت غيرت انت من يوم لا انت اللي متغير، انت شخصيتك ذي. تدرون اسهل كاركتر اللي سواه هاني وبدر مو سبريال؟ لا 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 اخوانك يتعبون، تجي انت الان تقول اسهل؟ لا ما اسهل، تعبوا ونسقوا وتقابلوا ودفعوا فلوس ويعطيهم العافيه ويضربوا وجههم. وانت بعد السلام وانت ترقد العصر و... لا نواف الظاهر انا وانت في الكشف العصر والله نايم نهارك. ايش فيك الحين؟ انا وانت في الكشف الحين. انا الحين قاعد اتكلم عن الخيل. انت مسك الخيل اخر واحد. انت لو في معركه الحصان بيبلش فيك كيف عدي انت ولا يدا عشان ضحكت؟ لا تضحك راح والله بيبلش الحصان فيك. يلا بس انا ما يصير له قررت يتكل حصان كذا اتكل حصان انا كذا. لا انا بركب حمار انا كيف امشي والله ما اتحرك اقسم بالله ما امشي. سيفك بتركب تلقى الحصان منخج الا اذا كان حصان راعي سباحه مش تجي جسمه. لا لا مرتخي جسمه. طيب خلاص معناته هذه هذا اعلان الحرب منك يا نواف. انا كنت في نادي سنه كامله. اسلم يقول ما ينفع انك تركب حصان وتطب جسمه. اكثر شيء اثر فيني اثر فيني موعد والله اثر فيني السباحه. كيف؟ من باب تجربه. اسلم رجالي هرج من اليوم على الخيل موضوعنا. اذا هذه على طول ركبت خيل في المسبح والله ينشد جسمك على طول. والله غير صحيح. انا مجربها. جرب ايش رايكم اليوم؟ انا مجربها. ما سويت ورم اب. ما سويت. نجربها يا نواف. نجيب اليوم خيل والله اذا مغطى من هنا والغرفه هذيك سباحه ورجعت والله جسمك مشدود. هذا راح يعني يعني شوف كل واحد يركز على المجال حقه صح ولا لا؟ نعم سعدون يعرف السباحه مع نوط الدولفين وسام الدولفين. في حاله ذا ما يطلع اي مسبح. تدرون اذكى اذكى حيوان تدرون وش هو؟ القرش الاسود. لا والله كأني أعرف من هو أذكى حيوان. أتوقع أنه الدلفين. لا الدلفين ذكي. هذا فيه نظرية خالد منيف. ليش يقول الدلفين؟ يقول كيف تحفز الشخص يبدع زيادة. خالد منيف يقول كان الدلفين يصفر له مدربة. إيه. يصفر له تصفيرة ويقوم هو يعيد التصفيرة فهمت؟ ويغطس يطلع يصفر له تصفيرة أطول. مثل صفر أو صاع؟ لا صفر تصفيرة أطول. بعدين طلع الدلفين مرة ثالثة يحتري المدرب يصفر له. ما صفر. صفر الدلفين تصفيره اقوى من التصفيرات كل بوها. اعطاه حافز جمعها كلها. فاحيان ما تحتاج احد يصفر لك. صفر لك صفر لك تحتاج احد يصفرك. اضحك حكمه. بس انت متاكد ان خالد اللي قاعد يشوف التكفين انت يا نوار؟ لا لا متاكد والله ظهر خالد مريب. انا اعتذر اذا صار فيها تصفير وهو ما قال تصفير. يلا حيو. لا ترى شوف وانت بكرام اغلب الحيوانات اذا عودتها على شيء عرفت ايش اسمه ترى تتاقلم مع اللي شيء عودت عليه سواء اكل. الحمار يروح من خط واحده يرجع يفسخ. هذا هو. يا سلام عليك. فايش اسمه الدلفين من ناحيه الذكاء اللي تقول عنه اللي هو لانه تحترم انك تصفر يعني ما يحتاج انك تدربه اطول من اللازم. فعلى طول يفهم. عرفت ومن اول مره هو حيوان مسالم الانسان ترى ساعده ما يصير. ترى المعلوميه عنيف جدا الدلفين عنيف جدا اذا دست عليه على طرف. كيف؟ يعني مثلا اذا حاولت انك تضره او انك مثلا تضر المدرب حقه حتى مدربه والله يفتري فيك. سنونه قوي مره قوي. مره شفت انا جول مجموعه اسماك الدلفين والله العظيم منيفه هذه حول النعريه والله منظر ما ترى السعوديه المملكه فيها يعني اشياء جميله جدا. جميل والله مع طلوع البزوق الفجر. اسم لا حول 7 و8 اسماك الدلفين عرفت حركاته. ايه. والله العظيم لين قربوا منا يروحون عندي الهند الدلفين انا على الدلفين سبحان الله. زي طائر النورس وطائر النورس حلق ابي ذراع الحوت الاسود. كل ممتعه من اولها حتى اخره اضوي قنادي للعزم حلق بفنك للسماء صفح فضات النجم وين يسعى ندوه زمان.